تنير تم قرانت مرسي بوكو اي بوي فرانشمون ما تقدينا في البيبليك يديو سينا سا صافي لونتا كنا با شونتي سي عالجي اون بيت لاباس في البيبليك نايت اون ايتي سوربري بار سو مانيفيك بيبليك يديو سين ويحفظ هي غني نسيرتو وتعاود ديرها دونك فرانشمون باسي بون مومون ويتسا يسمى الزول مقران مرحبا اسوان ان شاء الله ديما ديما التمي لاباس. تحية كبيرة 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 الى كل الامازيغ الاحرار في كل شبر من الوطن من تبسة الى طمرست ولا كل الامازيغ في العالم كامل. سيتي لو جروب ايوال سوسم سوسم امتوسا سي اون تري تري فيي شونسون شونتي بار بليزيورز ارتيست dont Issa Djalmouni, Allah yarhamou, et plusieurs artistes, d'autres artistes. Et ça, bien sûr, nous sommes le lundi 12 février 2024. Il est presque 19h22. Marhaba bikoum. Je n'oublie pas rapidement de partager avec vous mon café. On vous comme saha al qawannoun, saha qawitkoum. Bon café à toutes et à tous. هايلة وهايلة 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 بزاف الناس اللي راهم ديجا اطابل نقول لكم بون ابيتي صحة عشاكم صحة ومنسي النون فوالا الوغ راح نتكلم هذا لا بروميير فيديو نتاع اليوم هذه بيان سور كانت الامطار بدات تهطل دوكا في داخل خليت الامطار سوي فيجيلون
الوغ راح نتكلم ديما على لا فام الجيريان، وعلى بالكم باللي غير غدوه ان شاء الله عيد الحب، اون با اون بارلي ان شاء الله من بعد مش دركا. دونك راح نتكلم على الساعه على لا فام الجيريان قبل ما نتكلم على كيف اسمه بيان سور لو 14 سي لا جورني دو لامور سي سان فالونتين. دونك اون با ان شاء الله اون بارلي توت الوغ. مي مينتنون بعث لي واحد صديقي، واحد السيد على كل حال، انا نحترم راي نتاع الناس كل واش يقولوا الله يسهل عليهم، انا ماشي باش نرد عليه ولا، مي قال لي ولدي يرحم والديك دير السيد هذا باش يسمعوه الناس، انسان يبين عليه انسان مثقف، انسان لاباس به، واللي يقول لهم يفودغي ما تخليوش بناتكم يروحوا لونيفرسيتي، يعني فريمون سي كارثه، ما تخليوش بناتكم يروحوا لونيفرسيتي، ما تخليوش بناتكم يروحوا يباتوا في لونيفرسيتي، الله لا يجعلها باش قرات. اون فان بارلي ا سو سوجي لا. هذا السيد هذا ماهوش وحده على كل حال، ماهوش وحده. نقول لكم 80% نتاع الشعب الجزائري عنده نفس العقليه نتاع السيد هذا مسكين. علاش السيد هذا يقول مسكين؟ بوركوا؟ باسكو هو دخلوا له في مخه باللي المرأة هذيك هي كلش بور لوم، المرأة هذيك هي كلش، سي با حياته هو ولا حياة المرأة ولا هي، نو نو، هو على باله بلي لا فام بور لوي سي كيما يقولوا هما سي ساكري، سي ساكري، ما على بالوش مسكين بلي راهي كي لا فام كي لوم كيف كيف، كي الراجل كي المرأة. لو كان تروحوا للبلدان المتحضره والمتقدمه تشوفوا كيفاش تلقاو راجل جا يدير لا كو ويجي مرا وراه يدور هو يلقى المرا يقول لها شفتوا نتاعنا حنا، يقول لها مدام باسي باسي ديفون مو، تقول له نو مسيو، اه نو اه جو باس با مسيو نو نو. علاش؟ باسكو لو كان تعقب راح تقول بالنسبه ليها هي شغل بيكزومبل راهو احتقرها ولا، يعني هي شغل احتقرها هي ما تحبش، تقول لا يا اخي، تقول له هذه براسه هذا كيف اسمه هذه عندك بلاصتك، نعقب انا في كما قال واحد الدور تاعك يوصل نروح انا باش تشوفوا. وكي تلقاو مراه ثانيه كيف كيف ندير لا كو ويجي مام راجل وراها، ما تقولش بيكزومبل لو كان راجل ورايا ولا كولونيل ولا جنرال ولا رئيس جمهوري، والله لا على بالها به، والله لا على بالها به، باسكو التور نتاعها وصل تعقب هي، ما تستعرف حتى بواحد، هذه هي المرأة. المرأة نورمالمون نورمالمون لا فام كيما قال واحد تكون عندها لي ميم دغوا كو لوم، والحمد لله اليوم النساء طلعت للقمر. النساء اليوم راهم يسوقوا في دي زافيون دو كار، لي زافيون سوبرسونيك. واش هو تقولي انت المراه وما عندها، واش يقول السيد هذا؟ الله لا يجعلها باش تقرا، كان انت باش بنتك انت تبعثها وحده جات تهدر، واحد الطفله زعما هذه فايقه، واش تعسوا انتوما؟ اني كنت في اليونيفرسيتي نروح على 12 ونص تاع الليل. يا اختي العزيزه سامحيني، تروحي على 12 ونص ولا تروحي على الربعه نتاع الصباح ولا تباتي لبرا، هذه سي با اون ريفيرونس يا مدام، هذه انت اللي بغيتي، الله يسهل عليك. يوم بعد واش حبيتي نجيبوا لك بوليسي بالكلاش يقعد لك قدام لا شومبر نتاعك انت باش ما تحركيش ولا يعني علو الشيطان يا ناس، يعني علو الشيطان، حتى كي تضلي في دار باباك بعد، كي تضلي في دار باباك بعد، لو كان عينك انت تخشي لا شومبر نتاعك باش ترقدي وباباك يقفل لا شومبر يروح يرقد على روحه، تخرجي على الطاقه وتروحي ترجعي غدوه على الربعه نتاع الصباح، واش المشكل؟ وين هو المشكل؟ وين هو المشكل؟ كو عند في دار باباك ولا في دار خوك ولا في دار خالك ولا في دار عمتك ولا في اليونيفرسيتي ولا في بلاصه اخرى، انت اللي تشوفي روحك واش راكي ديري، ما نجموش نحطوا لك حنايا بوليسي يقعد لك قدام الدار نتاعك يقول لك ما تخرجيش، علاه ما تخرجيش؟ تو دابور علاه ما تخرجيش؟ تو دابور علاه؟ تخرجي على 12 تاع الليل ومن بعد وين البروبليم؟ وين البروبليم كي المراه تخرج على 12 تاع الليل؟ وين البروبليم؟ البروبليم غير في الذهنيات نتاعنا، الذهنيات نتاعنا خاطرش حنايا متخلفين، خاطرش حنا دواعش، كي نشوفوا المراه في الليل لو كان قاعدين كي هذوك الذيوبه هذوك كي الذيوبه هذوك وكي والسيوطه هذوك اللي يمشيوا ويشوفوا بيكزومبل شغل انانيو ولا شغل فريسه وكذا يتلاهوا عليها، سي نورمال انتم دواعش يا ابن عمي، واش عندي لكم؟ العقليه نتاعكم عقليه دواعش، واش الغال ماهيش ماهيش لا فام، سي با لا فوت لا فام، روحوا تشوفوا عند سيادكم، انا نقول لكم سيادكم اللي تعيطوا لهم انتم الكفار، شش مراه تمشي وحدها على الساعتين على الزوج تاع الليل، شش ولد مو
يقدم عندها. ولد مو يروح يهضر معاها، شوفوا والله العلبة، والله يخرجوا يروحوا يسهروا يشربوا يخرجوا يتراماو الصاك يطيش في الارض، والله لا ينجم يقدم لها بشر. باش نقول لكم انا على واش، باسكو على بالهم باللي اللي يقدم شعل فيه النار، شعل فيه النار كما يقول واحد مالغري راجلها بعد، لو كان يكون راجلها بعد وكان يجي يعنفها ولا يقولها واش ديري ولا وعلاش ولا منها، والله من 10 سنين وطلع، من 10 سنين وطلع ما كانش معهم اللعب. هو قال لي مرتي ولا قال لي اختي ولا قال واسكلاب نتاعك ولا واسكلاب نتاعك، هذه حياتها يا سي محمد، هذه حياتها دير واش بغات. واش احنا مسلمين؟ واش مسلمين ما تخليونا نهضروا هضره اخرين ثاني؟ يا واش اللي ديروا فيها انتوما بالحرام يا اليهود، اكبر يهود في العالم اللي يديروه. ها يا سيدي، والله 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 طروا فوا يا الشيء اللي ديروه انتوما باسم الاسلام، ها بالحرام يا اليهود اللي يديروه. هما 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 كما يقول واحد، خرج ربي عليا نكسيك، اخرج ربي عليا نكسيك، ما عندهمش الخديعه. مين انتوما بنعم؟ انتوما الله ما عطاه وتاخذوا في الدنيا، بسم الله بسم ربي وكذا وتاخذوا في الدنيا، تجي تقول لي انا يا المراه ما تخرجش. يا خويا المراه تخرج، المراه تروح تقرا، المراه تمشي وحدها، المراه تسافر. واش يقول لك؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام وقال وقال وقال. ايا محمد الله غالب عليك انت مسكين على روحك، مسكين على روحك، دخلوا في راسك هذا الشغل. باكزومبل المراه كي تخرج راهي هبطت اسمها طاح وطاحت الارض وطاحت. واش كي ما تقراش على بالك انت باللي كي ما تقراش يا سي محمد انت، كي ما تقريش اختك، ها كي ما تقريش اختك انت على بالك واش راح يصرى لها اختك هذه ولا ما على بالكش؟ تجي كانوا خلينا يقول لك يا خويا احنا ما نقربش بناتنا يا خويا، كيجي الراجل يديها والراجل هذا نبي ولا ها الراجل هذا نبي هذا اللي يديها ولا يا راح يديها تغسل له وتطيب له وتغسل له رجليه وتبوس له حتى رجليه سيلوفو، ومن بعد يتك عليها بالبنيات ويتك عليها بالسبان على والديها، ومن بعد يروح يجيب واحد اخر يطيشها. وش هو كي طيشها تقعد لها انت تعيشها ولا تجي عند مرتك تعيشها مرتك؟ فهمني ترى هم يطيشوا البنات مساكن، هم يطيشوا هم يطيشوا. نزيد نعاود لكم انا قصه اللي صرات الواحد الطفله بنت العرش، بنت العرش باش نتاهو مليح. لو كان تقول لو كان دير كيما هكا العرش يقلب 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 نص الجزائر. نعم ما نسميش العرش، مي يقلب نص الجزائر يقلبوا. تعرفت مع واحد باش تزوج به، شافوها خويانها معاه، بالحرام لا تديه، بالحرام لا تديه. ها يا سيدي شوفي الزوجي باي واحد الا هذا ما تزوجيش به. يا ولدي علاه؟ السيد هذا نحبو يحبني وكذا، على ما نزوجش به؟ بالحرام لا تزوجي به. والمراه سي نورمال كي تحب راجل تديه خذا مكان. ومسكينه سقسات صحاباتها وسقسات منها قالوا يا بنتي تي الراجل جا خطبك وما حبوش يمدوك، روحي روحي معاه، روحي معاه وخليه يضربوا راسها من الحيط، باسكو ما يحسبوا فيه راجل. خشى واحد كيكون راجل مرة تضحي على جلده لازم يكون راجل، ما يكونش مرخص، اسمحوا لي بالكلمة هذه، ما يكونش مرخص. مرة تضحي على راجل لازم الراجل راح يضحي عليها 10 خطرات موش خطرة واحدة. واش يدي روح وراح يتقاتلوا العراش في بعضهم، طاروا حتى ذاك السيد عرش حتى هما وراح يتقاتلوا العراش في بعضهم. دخلوا الناس دخلوا الناس كيما بكري يصلحوا ما بيناتهم، قالوا لهم يا ولدي ما السيد مادام دارها داها وحب يدير الحلال وكذا ومن وين المشكل؟ يا سيدي دوك نعاودو نجيو نخطبوكم نورمال ونهزوها من الدار كي بالكورتاج ونجيبو البارود ونجيبو منا. خمو 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 خيانها وباباها وجاو قالو جاو باش يرجعو لهم الخبر، قالو لهم شوف حنا رانا غسلنا يدينا على المرأة هذي، ما نحبو تجيونا ما نحبو تخطبونا، هي بعد ما نحبوش لا تجينا لا راي رحنا نحيناها خلاص، ما هي اختنا ما هي بنتنا ما نحبوها ما والو. حبت الراجل راحت مع الراجل اجيو خلاص الى ما اداها السيد هذاك، اداها شهر الاول شهر الثاني شهر الثالث، مسكينه قاعده وين ما عنده حتى دار، قاعده في دار باباه. جا واحد النهار دخل حطت له الغداء تغدى وقال لها هاكي تشوفي ما كان لا خدمه لا والو، ما عندنا والو باش نعيشو، بابا هو اللي قاعد مسكين بلا روتريت نتاعو قاعدين يعيش فينا، هذه ماشي معيشه وهذه منا وهذه. قلت له ولدي قلت له انا واش ندير انايا؟ انا قاريه باش نروح نعاونك، كاني مانيش قاريه ما نعرف والو، واش ندير لك يا وليدي؟ ما عندي ما ندير لك، الغالب بالعقل دوك يفرج ربي وخلاص. قال له وقتها يفرج ربي هذا، قال كرهت حياتي انايا، انا ما نجمش نكمل كيما هك.
وهي مسكينه شافت روحها ما بين النار منه والنار من هذا، يقولها مع خيفه مسكينه يقولها يا روحي تروحي لدار باباك. قالت له واش تحب نعاونك؟ قال لها نروح تراكش مكان، روح لكانش بلاصه بعيده تراكش مكان، لعل هنا يعرفوني ما يحبوش يخدموني، لعل كانش ما يروب عليا ربي في غروند فيل تراش. قلت له روح. ايه روح اخويا روح، انا قاعده مع بابا ومع يما. تقول لباباه يا بابا، وتقول للمو تقولها يما، انا قاعد معاهم اولادي وانت روح تخدم اخويا واني هنا يعني ما كانش مشكل. ايه قال لهم بصح باش نروح، انا ما عنديش حتى الفواياج ما عنديش. هي قلت له يا الفواياج ما عندك شو كيف وكي تروح لي كيف تدير كيف راح ترقد كيف راح ما ايه. قال هذيك هي اللي لقيتني نخدم عليها، ما كانش حتى شكون يسلف لي سوارد وكينو بربي يرجعوا له منا. قلت له ولدي انا ما نعرفش، اذا تسلف سوارد روح سلف سوارد. قال لها ما يسلفوليش. ها واش؟ قال لها اعطيني هذوك الذهب نتاعك هذاك اللي جبتيه معاك من داركم نبيعو، وان شاء الله كي يفرج علينا ربي نعاود نشريو الذهب. قلت له هذا ما كان، هاي هاك اخويا ها هو الذهب تفضل. ادى الذهب نتاعها باعو وراح هز على راسه وراح. قعد تقريب 5 موا ما كان ني تليفون ما جا ما طل ما والو، من اللي راح ما نعرف لا حرق ما نعرف واش صار ما كان ما نعرف واش. ابان بوي طفل قال لها بنتي واش راح نقول لك، انت جيتي ودرتي لي ولدي ودرتي لي ولدي، ولدي كان داخل عليا خارج عليا من نهار جيتي يا عمي واش درت له يا بابا واش درت له، انا ما درت له والو، انا وقال لي نحب نروح نخدم عطيته الذهب نتاعي يعني وراح كيما قال واحد يكون غير رجع برك، ما نحب لا ذهب لا ما نحب والو غير يرجع برك. قال لها لا هذه ما تمشيش، ها من غدوه ما نحبكش لهنا الليله كملي الليله، غدوه روحي لداركم ولا دبر راسك يا بابا وين دارني نروح وما يقبلونيش. قال لها شوفي غدوه هذاك هو دارني جور. هزت على مسكينه غدوه كابتها مسكينه الكابه نتاعها هذيك وجات راحت لامها على 10 نتاع النهار ما كان حتى واحد لا باباها لا خيانها لا والو. دخلت عند امها، امها حلت فمها قالت لها خرجي درك بعد اخرجي درك يجيو خيانك يذبحوك من القرن للقرن. شتو كيفاه الناس كيضلوا ماهمش الناس مدعشين، شتو كيفاش مدعشين بنيتي على وجه ربي يا بنيتي روحي وين بغيتي روحي يا يما وين نروح او حوزني شيخي يا وراجلي راح انت اللي درتيها بيديك تحليها بسنيك الله يسهل عليك اخرجي عليا. يلا خرجت مسكينه باتت البرة شافوها لابوليس راحوا لها واش كاين ما عنديش وين نروح. كيفاش هذا ما عنديش وين تروحي؟ ما عنديش وين نروح. داوها كان برد الحال داوها باتت في لوبيتال. غدوه خرجت زادوا لقاوها برا لابوليس هزوها داوها حطوها في يقولوا اون غارد افي حطوها اون غارد افي الصباع يطلعوا وكيل الجمهوريه قال لهم جيبوها لي. راح لها راح لوكيل الجمهوريه واش هي القضيه نتاعك وين راجلك؟ قال له راح وشيخ كذا حاوزني شكون باباك فلان عيطوا له وجا باباها وجا خوتها دخلوا عند وكيل الجمهوريه قال لهم كيفاش تخليو خوتكم لبرا ومنا ومنا؟ قالوا له هذه مش خوتنا. مش خوتكم هذو تمسخروا بيا ماهيش خوتنا سيدي وكيل الجمهوريه ماهيش خوتنا هذه كملت معنا نخرجوا ولا ما زلت ما كملتش معنا لازم تديو خوتكم سيدي وكيل الجمهوريه نقول لك بقى على خير هذه من الطفله هذه ما نعرفوهاش. وجاو خارجين وكيل الجمهوريه واش يقول لها؟ يقول لها شوفي درك نعيط للشرطه يديوك لواحد البلاصه، البلاصه هذيك فيها الا البهل ناس مساكن بوهل يعني ما تقعدي تم معاهم دبر راسك تعاونيهم ديري واش بغيتي. لو كان زيد نلقاك لبرا لحق في الحبس بور باغابونداج. اي تفضلي. ما عليها الا قبلت الزواليه وانا بشوفت عيني بشوفت عيني طفله بلوندا زينه قاعده في وسط البهل ويدفلوا عليها البهل هذوك وهي مسكينه قاعده حكمه كنابي كيما هكا وقاعده معاهم ساعه طيب لهم ساعه خليتها على باليش بها واش صار لها. دونك لو كان جات مرا قاريه ولو كان جات الدوله نتاعنا عندها كيفاش كيما الدول المتحضره والمتقدمه كانت لاسيستون سوسيال تجيها وتهزها بالطوموبيل وتديها تحطها في اوتيل ولا تحطها في كاش بلاصه نتاع لاكوي نتاع دي فام باتي ولا دي فام ايزولي ولا دي فام سميهم واش بغيتو ويدبر وعندها كيما قال واحد يدير لها ستاج وتروح تخدم. مي مسكينه هذه حتى اسمها ما تعرفش تكتبو اسمها ما تعرفش تكتبو. لو كان جات قاريه وتعرف ودير
راهي دارت الحل لروحها مسكينه. ما تيعت ماشي قريه، واش تحبوا دير وحده مرا كيما هذه؟ علاش نعتوا لنا دوكا مرا تبوس صباط راجلها؟ علاش؟ بوركوا بوركوا؟ اسكو فو كرويي بلي باراموخ باسكو تحبوا؟ نو باسكو على بالها بلي لو كان يقولها خرجي من الدار تروح تطيش لبرا وتبقى كيما قال واحد اس دي اف ويصرى فيها ما يصرى. نسمعوا السيد هذا ونرجعوا. بصح اللي خدمه في الجامعه ايزاج وجه، انا ما نخرج لكم مدعيين، انا كنت ندخل عند وحده مستعمل نسدك في الباب ارجو وارجو يعس وارجو راح بدل الكاميرا تاع الباب دقيقه برك باش ندخل وندخل شراب زلا بلا سيرو كلش عندنا الداخل. قلت لكم غنبقى الإقامة الجامعية، ها هو جا ويصرف الإقامة الجامعية، وهاي الطفلة كانت في الإقامة الجامعية وتابت وكان طلع عليها وهي تحكي لكم واش كان كاين. ماشي يسمي لك الشمس والغربال، كلكم هاي وكلكم مسؤول عن رعيته، أنت تخلي طفلة ما بدأت لا تعرف أصلهم ولا فصلهم، مدة معينة شهر وشهرين ثلاث شهور تحوش عليها، وش راني غويها؟ وش غاتحب؟ تخرج لك داعية؟ العظيم كيما هذوما، مع العديد من في السوق في الإقامات. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله أو تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة يوم وليلة بدون محرم. نعلم البرايا هذه الجبلية كلها نبيتي، نعلم البرايا هذه الجبلية كلها نبيتي، نعلم القرايا اللي فوالا نعبوا القرايا، إيه نعبوا القرايا سيدي. هو راح يقعد لها السيد هذا، هذا هو اللي راح راح يعيشها غدوه كي راجلها كيما قال واحد يعطيها كوت بي ها ويقول لها خرجي عليا رجع راح يرجع لضرب باباك. يجي خونا هذا اللي يتكلم مسكين هذا، انا يسال عليه نعرفه ما يعرفني، نحترم رايه على كل حال، مي مسكين هذا مغلطينو مغلطينو هذا السيد هذا. هذا السيد هذا ما على بالوش باللي غدوه اختو مسكينه كي ضل ماهيش قريه، راهي مسكينه غدوه يصرى فيها الباطل، يصرى فيها الامقاريات قريات وعندهم دي ديبلوم وراهم يخدموا وراهو صار فيهم الباطل. خليها مرا مسكينه ما تقرا ما والو ويجي الراجل يديها وما هداهش ربي السيد هذا، وما هداهش ربي هذا السيد هذا، ولا صراو مشاكل يا سيدي. هي بعد ما شفت باللي السيد هذا ما يوالمهاش قلت له خويا انا من نعيش معاك نخرج نروح وحدي. وين تروح؟ عندك انت في كما كانوا في واش يقولوا في الدول المتحضره والمتقدمه المراه هزينها اون شارج للدوله سيليباتير ولا عندها الاولاد ولا واش صار لها يهزوها اون شارج؟ عندك او ما عندكش؟ او ما عندكش يا اخينا كيفاش هذا؟ وهذه الطفله هذه اللي تابت كانت في الجامعه ومن بعد تابت لها الجامعه واش هو كوري ولا واش كاين؟ جامعه يقريو فيها الناس بصح دوكا الجامعه نتاعنا حنا ولات صح كوري عندك الحق. نورمالمون قال لي نديروا اصلاح الجامعات ماهوش نغلقوا هذو الاقامات نتاع البنات. نو مشيو اقامه تاع البنات كي اقامه في دارها كيف كيف كيما تخرج من الجامعه كيما تخرج من دارهم. واش المشكل؟ وين هو المشكل؟ هم كانوا البنات ما عندهم لا بيانهم لا خيانهم ما عندهم حتى واحد ما لا يخرجوا يباتوا ملا لبرا. المراه هي دبر راسها، انت هذه الطفله اللي كانت تهضر انت كانوا يحتموا عليك يخرجوا فيك على وحده ونص تاع الليل كما تقولي انت، حتموا عليك قالك خرجي انت اللي بغيتي تخرجي الله يسهل عليك، انت اللي كنتي تروحي تسهري ولا كنتي تشربي ولا كنتي سي سي طون بروبليم سي مي تعلمتي مي عندك ان ديبلوم غدوه صباح تقدري تخدمي، ما تضيعش الطفله يا سي محمد اسمح لي فهمت. ما الطفله ما تضيعش، الطفله تضيع كي تخليها ما تقراش يا سي محمد، كي تخليها ما تقراش ثم وين تضيع هذيك وي هذيك صح. مي الطفله كي تقرا وعندها ديبلوم نتاعها عمرها ما تضيع، تشرب الشراب تخرج تسهر يسرى واش يسرى ما تضيعش، عندها السلاح نتاعها باش تحارب به، عندها السلاح نتاعها باش تعيش به، حتى واذا ما عاشتش لهنا تقدر تروح لاي دوله تعيش بها او تعيش بالديبلوم نتاعها. مي باش تقولي انا اقفل الجامعات ولبس ما تديوش البنات يقراو خير كي عندك ما تديوش البنات يقراو خير، حبسوهم من القرايه خير كيما يقول الانسان، حبسوهم خير كيما قال واحد. ومن بعد ارواح شوفوا نعطيكم انا حاجه، امراه درك بعد درك في اللحظه هذه اللي نتكلم معكم راهي في الزقاق، نعم راهي في الزقاق هي ولادها مسكينه، راهي في الزقاق هي ولادها. على واش؟ باسكو طلقها راجلها وما عندهاش وين تروح، وانا سمعت
سمعت هضرت مع اخوها ودارت لي كيف اسمه سمعت واش قال لها اخوها، قال لها اذا تحبي تجي ارواحي بلا ما وتجيبي ولادك ارجعي لدار باباك او اختك بدار باباها حاكمها هو ومرته وعنده ولادو ارواحي تقعدي معنا نبصح ولادك ما نحبوهمش سي تدير تروح واش باش تولي خديمه نتاع مرته عندك ولادها تطيشهم. نعم ولادها تطيشهم مسكينه. قالت له ما تطيش ولادي اخويا نقعد في البرا مع ولادي. نعم راهي في الزقاق البرا وسي خونا راهو يتنعم في هو ومرته ولادو في دار باباه وحتى هي دار باباها باش يكون في علمكم. دونك هذا الشيء اللي داروا هذا السيد هذا ما عنده حتى معنى. يا بنات انا نوصيكم راه ماهوش الزواج هو اللي يحميكم، اتونسيون ما تغلطوش، راهو يحميك صحتك كيما عندك الصحه نتاعك، تحميك الدبلوم نتاعك باش نتفاهموا مليح وتربيه نتاعك دكور. مراه تحب تخرج تخرج، تقول لي انا قال الله اليوم السعوديه من حاول الولي باش يكون في علمك السعوديه. دوكا المراه اذا تحب تروح للسعوديه دير عمره ولا دير واش دير ولا وتحوس ولا دير نحاو هذاك المحرم هذاك الناس تتقدم وانت ترجع فينا ل 500 قرن من اللورا ولا واش بيك واش بيك يا راجل. او نعرفوا ناس اخرين حنايا هاد الناس اللي يتكلموا هاد الناس يا خم في ديارهم والله العظيم غير تعيط له وحده تقول له ارواح خرج على الساعتين تاع الليل والله نخرج هذا بعد بالحرام غير يخرج يخرج. علاش؟ باسكو عيطت له وحده ها مبصح اختو يروح تولى شوم يشوفها تراه هي راكده ثم ولا لا ما يحبش اختو تخرج مي هو يروح يخرج هو يحب يروح يخرج مع بنات الناس مبصح اختو هي ما عندهاش حق والحديث قياس. بون اتوتادر ان شاء الله نعاودو نرجعلكم في كانش فيديو اخرى نقول لكم قيم ديال هنا اتوتادر.